ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة. قال هذا الويل الهلاك والشقاء والخسارة، وقالوا واد في جهنم من أشد أوديتها يعني عذابا. على كل هذا وعيد من الله عز وجل، والوعيد يؤخذ على الذي يوعد، لأنه إن قال لك إنسان تافه أنا سأريك، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. الكلام يؤخذ على قائله لا على نصه، على قائله. قائل هذا الكلام رب العالمين، يقول للكافر ويل، يعني الشقاء والهلاك وكل أنواع البلاء سوف ينتظر هذا الإنسان. أي إنسان؟ ويل لكل همزة لمزة. الهمزة كأن تقول فلان ضحك، يعني يضحك على الناس. فإن قلت فلان ضحك يعني يضحك عليه الناس. ووزن فعلة أو فعلة من صيغ المبالغة، يعني كثيرا ما يضحك على الناس ويسخر به. إن قلت ضحك، وإن قلت ضحك يعني كثيرا ما يفعل أفعالا شنيعة تسبب أن يضحك عليه الناس. هذا معنى وزن فعلة أو فعلة. فعلة يكون الضحك منه، وفعلة يكون الضحك عليه. هلا همزة هو الذي يعيب الناس، يعيب عليهم بيوتهم، يعيب عليهم لباسهم، يعيب عليهم دخلهم. هو دخله كبير كثير، احتقر هالدخل هذا. نعم بكفه. إذا الإنسان يعرف الله عز وجل وراضي من ربه بكفه. ويل لكل همزة لمزة. قال العلماء في الفرق بين الهمزة واللمزة أقوال كثيرة، أشهرها أن الهمزة هو القتات الذي يوقع بين الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام القتات لا يدخل الجنة. وقالوا اللمزة هو العياب الذي يعيب على الناس استعلاء بما عنده. وقالوا الهمزة هو الذي يطعن في الوجه بوقاحة، واللمزة هو الذي يطعن في الغيبة. وقالوا الهمزة الذي يستخدم العيب يعيب الناس بلفظه، واللمزة يعيبهم بحركاته، يقلدهم، يشبخ عليهم، يزوي أنفه عنهم. وقالوا الهمزة هو العيب واللمزة وسيلته، يعني هذا الذي يعيب على الناس حاجاتهم، دخلهم، أشكالهم. لا، أبسط شيء أن الإنسان يسخر من شكل إنسان، لك هذا كثير غامق، رأسه كبير، عيونه صغار، النوم ما فيه، مثل النقطة بالعجين. شو هذا؟ هو خلق نفسه؟ هذا خلق الله عز وجل؟ سوء أدب مع الله. رب أشعث أغبر في طمرين لو أقسم على الله لأبره. الأحنف ابن قيس كان قصير القامة، أسمر اللون، مائل الذقن، غائر العينين، ناتئ الجبهتين، ضيق الكتف، أحنف الرجل. قال ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف لا يسألونه فيما غضب. الإنسان يقاس بعلمه وعمله وأخلاقه فقط.
هذا مقياس الرجل. فهذا العياب يعيب على الناس أشكالهم، ألوانهم، أحجامهم، دخلهم، بيتهم، أثاثهم، يعني بتلاقي من بيعرف وبيقرف دائما. ويل لكل همزة لمزة. طيب في سبب، ما الذي يدعو هذا الإنسان لأن يعيب الناس؟ يستعلي عليهم. صاحب مال لأنه غني، الذي جمع مالا وعدده. شوف الجمع، جمع المال غير كسب الرزق. قد يكسب الإنسان رزقه وهذا عمل طيب، أحد أنواع العبادة، لكن الإنسان أحيانا يتجاوز الحد المعقول إلى حب الجمع للجمع نفسه، عندئذ يصبح البخل. جمع مالا وعدده، معنى عدده يعني أعده لشيخوخته. صاحب دار سينما اشتغل ثلاث أرباع حياته في جمع المال، جاءه مرض خبيث، صار يبكي بكاء مرا ويقول: أعددت هذا المال لخريف عمري وها أنا ذا أموت ولم أستفد من هذا المال. طبعا لأنك جمعته على أنقاض أخلاق الناس. قال: الذي جمع مالا وعدده، من معاني عدده أنه أعده لشيخوخته، من معاني عدده أنه أعده لملذاته، من معاني عدده أنه افتخر به، أنا عندي كذا وكذا، إنما أوتيته على علم عندي، من معاني عدده أنه عده كل يوم، سكر قفل الباب، فتح الصندوق، طلع الذهبات واحد اثنين، لما هيك رنا حروفة مضبوطة عدهم 1300، مؤن طلع فيهم ساعة حطهم قفل الصندوق. هذا شأن البخلاء الذي جمع مالا وعدده، إما أنه أعده لشيخوخته، وإما أنه افتخر به، وإما أنه أعده لملذاته، وإما أنه حسبه كل يوم كي يبعث في نفسه الطمأنينة. أنا غني، لك أنا عندي مال ما بتاكله النيران. الذي جمع مالا وعدده، هذا يحسب أن ماله أخلده. أخي الدراهم مراهم، إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حريصا ولا توصه، وهذا الحريص هو الدرهم بحل كل شيء. بيقول لك أخي مرض عضال، أخي تروح على إنجلترا على أحسن مستشفى تنحل، مش بزرع كلوة. عنده وهم أن المال كل شيء، بحل فيه كل شيء. يحسب أن ماله أخلده، من معاني أخلده أنه لن يموت. ما دام غني ما بيموت. إيش الغني بيموت؟ لا ما بيموت، لا والله ما بيموت، بيخلد. يحسب أن ماله أخلده. من معانيها الأخرى أن المال يطيل العمر. أخي مرفه فلان، والله مو مبين عليه 50 سنة، قد مو مرفه، أكل وشرب وراحة، وسائل حديثة وسيارة وطيارة. يحسب أن ماله أخلده. المشكلة أن هذا المال لا بد من أن تتركه ولا بد من أن يتركك، أي لا بد من أن يفترق عنك. حتى أن بعض علماء اللغة قال: سمي المال مالا فلان ماله، يعني ليس له، ما له، ما نافية، ما له، هذا ليس له، لأنه ليس لك إلا ما أكلت. يقولوا أنه أحد الأعراب، قصة مترجمة، كان يقطع الصحراء على ناقة عليها زاده وطعامه، بعد مدة نهذ طعامه وشرابه وأيقن بالهلاك، فأبصر عن بعد شجرة فأشرق في نفسه نور من الأمل، فهرع نحو الشجرة فإذا إلى جانبها بركة ماء فشرب منها حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل وحانت منه التفاتة فإذا بجانب الماء كيسا، فسر به سرورا عظيما وهو يحسب أن فيه خبزا، ولكن فتح الكيس وصاح: يا للأسف، لم يجد فيه إلا لآلئ. لأنه على وشك الموت بده رغيف خبز، ما بده لآلئ. الشيء الثمين هو الطعام والشراب. ما دام في عندك قوت يومك، ما دام الصحة طيبة،
أجهزة كلها، أنت غني، غني كبير. إذا واحد معه مئات الملايين وقفت كلاوي، شو اسمه؟ شو صار معه؟ والله توقف مفاجئ في وظائف الكليتين. هذا مرض حديث الأشياء، عم يسموه تسمية أخرى، هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين. شو العلاج؟ والله ما في. إذا بده غسيل الكليتين كل أسبوع مرتين وإلا بيموت. طيب الحل الثاني زرع كلي، وين؟ بإنجلترا. قدي 600,000. يحسب أن ماله أخلده، كلا. ربنا عز وجل يقول كلا أداة ردع وزجر، كلا إن المال لن يخلدك في الدنيا، إن المال ظل زائل، إن المال عارية مستردة، كلا لينبذن. شوف الكلمة، الإنسان بيرمي باكيت فاضي، بيرمي قشرة بردقانة هيك بالحساب باحتقار، ما بيرمي خاتم ذهب الواحد، ما بيرمي سوارة ألماس بالحساب، بحطها بعلبة، بحطها إذا كان معه جيبته شيء ثمين، كل ديتم موجود، خايف عليه. شو بتلحس في الطريق أنت؟ شيء سخيف، قشرة موزة بتلحشها، غلاف باكيت دخان بتلحشه، ورقة هيك مجعلكة بتكبها. شوف النبذ، إنه استعلى على الناس واحتقرهم فاحتقره الله عز وجل. هذه بتلك همزة لمزة، عياب لماز مستعلي متكبر، كلا لينبذن. كلام بليغ، ينبذن، ليته ينبذ وكفى. ينبذن في الحطمة، الحطمة النار، تحطمه تحطيما، تحطم كبرياءه، تحطم عنجهيته. لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. قال نار الله، أضيفت النار إلى الله. إذا قلت نار زيدين، نار معروفة 100-150، نار فرن الحديد 1500، نار المفاعل النووي بدمر بلد بكامله. هون نار الله، أضيفت النار إلى الله عز وجل، نار الله الموصدة التي تطلع على الأفئدة، تحرق الجلد وتحرق العضلات وتحرق العظام إلى أن تصل إلى القلب الذي هو مناط التكليف، مناط الخير، مناط الشر. هو الذي ينوي السوء، هو الذي ينوي الباطل، هو الذي يوقع بين الناس قلب غير سليم. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة. في بعض التفاسير مسلطة، يعني في نار كثيفة جدا بشكل يعني حزمة، هي مخيفة، هي نار مع قوة، مع قوة اندفاع. التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، يعني مربطون مكبلون لا يستطيعون أن يفلتوا منها. معنى في عمد ممددة أي أنهم محاطون بها ولن يستطيعوا الخروج منها. إنها عليهم مؤصدة يعني مسلطة، وهم مربطون مقيدون في عمد ممددة. ويل لكل همزة لمزة. والله هذه السور القصيرة ينخلع القلب لها، نقرأها كثيرا. تعليق صغير على هذه السورة، أن الله سبحانه وتعالى قال ويل لكل همزة لمزة. الله سبحانه وتعالى يتوعد هؤلاء، لكن لو أجرينا موازنة بين أن يتوعد إنسان إنسانا، إذا قال لك واحد أنا أفرجيك سأريك، وإذا قالها الله عز وجل، إذا قالها إنسان في 3 احتمالات. أول احتمال ما يعيش الإنسان، قال لك أنا بعد سنة أفرجيك. قد لا يستطيع هذا الذي توعدك أن يعيش لهذا الوقت الذي توعدك فيه، وقد يعيش لهذا الوقت ولا يملك القوة، يفقد القوة، قد يفقد حياته أو يفقد قوته، وقد يبقى حيا قويا ولكن تكون أنت أقوى منه فيتوقف. لكن إذا توعد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حي قوي قاهر دائما،
حي على الدوام، قوي على الدوام، قاهر على الدوام، فوعيده حق لا محالة واقع. يعني الإنسان أحيانا إذا كان تلقى من إنسان تهديد يوزن التهديد بالإنسان، أما الله سبحانه وتعالى الخالق خالق الكون أي شيء، إذا إنسان قوي قال لك والله ما معنا مزحة، مدام هو قال لك خلاص ما في دخل. يا ربنا عز قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يعني أرجو أن تكون هذه السورة في قلوبكم وفي أذهانكم دائما، لأن الإنسان إذا خاف بيستقيم، وإذا عرف الله عز وجل بيستقيم، وإذا عرف بالضبط أبعاد هذه السور. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.